صباح الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ راح أحكي عن التهاب الغدد العرقية القيحي. بعض التساؤلات إنه إذا أقلعت عن التدخين فهل يؤدي هذا إلى شفاء من التهاب الغدد العرقية القيحي الذي أعاني منه؟ أوجدت البحوث الطبية صلة بين التهاب الغدد العرقية القيحي والتدخين، وهناك جدل حول إذا كان التدخين يؤدي للإصابة بمرض التهاب الغدد العرقية القيحي أو وأن التهاب الغدد العرقية القيحي تجعل الناس أكثر عرضة لقبول التدخين، ومع ذلك فإن الإقلاع عن التدخين قد يساعد في تحسين الصحة العامة. بعض الأسئلة الثانية هو هل التهاب الغدد العرقية القيحي وراثي؟ وجدت الأبحاث أن هناك استعداد وراثي لمرض التهاب الغدد العرقية القيحي، وفي الواقع فإن 30% من المرضى لديهم تاريخ عائلي في الحالة. الأسئلة الثانية كمان، هل التهاب الغدد العرقية القيحي